نحن في مدينة بنش في محافظة إدلب دائما من ضامن مع كل الشعوب، ونحن دعاة خير، دعاة سلام، دعاة محبة. نتمنى كل الشعوب تعيش بكرامة وحرية، ونتمنى كل الشعوب بكل أنحاء العالم تأخذ حقها. بعد تصاعد أعمال العنصرية في الولايات المتحدة، جورج فلويد قتل خنقا من شرطي أبيض فقط لأنه بشرته سوداء. نحن فورا حسينا بشكل تلقائي بتشابه هذا الموت. هذا الموت صار عنا خنقا في الغوطة وفي خان شيخون بعد ارتفاع حدة العنصرية ضد السود في الولايات المتحدة، ولأنه يمكن نحن شعب ملتاع ومورس التعليل العنصري تجاه الأحرار. رسمنا في مدينة بنش في محافظة إدلب في الشمال السوري وعلى جدار مدمر دمره طيران النظام، جداري نرفض فيها العنصرية. طبعا نرفض فيها العنصرية بكل أشكاله، إن كان عرقي وإن كان إثني وإن كان حتى بأي شكل من الأشكال. نحن شعب طالبنا بالحرية ومنقيس الأمر دائما على نفسنا، مثل ما بنرفض العنصرية تجاهنا بنرفض العنصرية تجاه أي شخص آخر.